بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس الثامن الخاص بتقنية الـ Link to XML. في هذا الدرس سنناقش XML Validation Against XSD. أنا محمد إمام عرفة. في هذا الدرس سأتعرف على كيفية عمل Validation لـ XML File وذلك عن طريق استخدامنا لما يعرف بالـ XSD. والـ XSD هو اختصار لـ XML Schema Definition Language File. اوكي، الان رح تلاحظ ما هو بكل بساطه XSD. XSD هو فعليا بيمثل، خلينا نحكي rules، او فعليا بيمثل الستركتشر اللي بامكاني اني استخدمه او اعتمد عليه حتى اني اعمل validation XML file. XSD هو اختصار لما يعرف بالSchema Definition Language، وهو بحد ذاته عباره عن فايل بتم فيه تعريف الستركتشر اللي خاص في XML. على سبيل المثال، ما هي الاليمنتس اللي لازم تكون موجود بداخل XML، ما هي ترتيبها، كم مره لازم عملية تكون موجودة بداخل XML file، وخلينا نحكي ما هي الاتريبيوت اللي خاصة في هاي الاليمنتس، وايضا كيف رح تكون نستد والى اخره. كل هذا، خلينا نحكي كل هاي الامور بتم تعريفها بداخل XSD file. تمام. الان ملف XML file بدون XSD هو مجرد، خلينا نحكي set of elements، بامكانها تكون باي شكل وبامكانها يكون لها اي اتريبيوت. فلذلك XSD هو، خلينا نحكي، فايل مهم جدا حتى اني اعرف شكل او الستركتشر اللي هو اللي خاص بالXML file. اوكي، رح تلاحظ ان عندي هنا، هذا هو XSD عندي هون، بحيث ان هنا عندي الروت وعبارة عن students، ورح تلاحظ انه بداخله رح يكون في عندي هون اللي هو النستد اللي هو الستودنت، بحيث انه اقل عدد مرات رح يكون موجود هو واحد، واكثر خلينا نحكي عدد تكراره رح يكون هو 4. فبالتالي انا بضمن انه ممكن يكون عندي بداخل XML file على الاقل 1، وعلى الاكثر هو 4. فبالتالي ممكن يكون في عندي 4 student بداخل هذا XML file. ورح تلاحظ انه بداخل، خلينا نجي نحكي اللي هو student، رح يكون في عندي هون اللي هو مجموعة من elements اللي هي name والgender والtotal marks، بحيث انه رح تكون، خلينا نحكي، لكل student رح يكون في له فقط name وgender وtotal marks خاص فيه. خلينا نشوف كيف بامكاننا نتعامل مع هذا الامر. رح اروح مباشرة على بروجكت جديد اللي هو Lesson 8. لاحظت انه قمت بكتابة هاي namespaces اللي هي System و System.link و System.xml.link و System.xml.schema. الآن بعدك خلينا نيجي نضيف عندي هنا اللي هو ملف الـ XSD file. فبالتالي رح أعمل Right Click عندي هنا وأعمل اللي هو Add، ورح أختار عندي هنا اللي هو New Item، ومن الـ New Item رح أختار عندي هنا اللي هو Data، ومن الـ Data رح أختار عندي هنا اللي هو XML Schema. لاحظ معي أنه الـ XML Schema بيكون امتداده هو عبارة عن XSD. رح اسميه عندي هون اللي هو student، وبعدك رح اقوم بعمل add زي ما احنا فعليا شايفين. بعدك رح اختار انا الخيار الثاني اللي هو use the XML editor to view and edit the underlying XML schema file. وطبعا انا اوريدي قمت بتجهيز عندي اللي هو XSD file، فبالتالي رح اقوم الان بعمل له copy مباشرة عندي هون، ورح اقوم الان بعمل له paste زي ما احنا فعليا شايفين. اذا هو نفس XSD file اللي شفناه بالسلايد. اوكي، بعد هيك مباشره رح اقوم الان باضافه، خلينا نحكي، ملف XML file. فبالتالي رح اروح مباشره عندي هون واعمل right click، واعمل عندي هون اللي هو add، واختار عندي هون اللي هو new item، واختار عندي هون اللي هو XML file، بحيث اني رح اسميه عندي هون اللي هو data زي ما احنا فعليا شايفين. رح اعمل عندي add، وبعد هيك مباشره رح اقوم الان باضافه عمليا الداتا اللي خاصه في بداخل هذا XML file، وانا اوريدي قمت بتجهيزها على النحو التالي. رح مباشره اعمل لها copy، مباشرة رح اعمل لها عندي هون اللي هو paste زي ما احنا فعليا شايفين. انا بدي اعمل validation على هذا XML file based على مين؟ على XSD file اللي انا قمت بتعريفه. فخلينا نشوف كيف بامكاننا نعمل عليها validation. بالبداية انا بحاجة لاني انشئ object من class اسمه XML set زي ما احنا فعليا شايفين. ولاحظ عندي هون، او عفوا، XML schema set زي ما احنا فعليا شايفين، وراح اسمي عندي هون اللي هو schema. اوكي، فبالتالي خلينا نجي ناخذ منها عندي هون اللي هو copy، راح يكون عندي هون اللي هو اسم الاوبجكت schema، وطبعا انا هون راح يكون عندي اللي هو الانستانس. بعد هيك مباشره انا بحاجه لاني اعمل لود لهي السكيما واضيفها عندي، فبالتالي راح اجي احكي عندي هون اللي هو السكيما دوت اد. لاحظ انه هنا في عندي اكثر من اوفرلود، انا راح اقوم باستخدام الاوفرلود الثالث، بحيث انه راح اجي احكي له عندي هون
رح اقوم بكل بساطه باعطائه النيم سبيس امتي، لان انا حاليا ما في عندي نيم سبيس، وايضا رح اقوم الان بتزويده باليو ار ال الموجود في هذا الاكس اس دي فايل، وهو موجود طبعا ضمن هون البروجكت. لاحظ انه هذا هو الاكس اس دي فايل، فبالتالي رح اعمل له كوبي، ومباشره رح اجي احكي له هذا هو الباث اللي خاص فيه زي ما احنا فعليا شايفين. وما ننسى انه رح يكون في عندي هون اللي هو الاسم اللي خاص فيه، اللي هو عباره عن ستودنت دوت اكس اس دي. اوكي، وبعد هيك مباشرة راح اقوم بوضع عندي هون اللي هو الامبرسند، حتى انه فعليا ما يعتبر لي يتجاهل، خلينا نحكي الاسكيب كاركتر. وبعد هيك مباشرة انا بحاجة اني اعمل لود للاكس ام ال فايل، فبالتالي راح انادي عندي هون اللي هو الاكس دوكيمنت، راح انادي عندي هون اللي هو، وخليني يجي فعليا يكون في عندي اوبجكت منها، بحيث راح احكي عندي هون اللي هو الاكس دوكيمنت دوت لود. راح اقوم الان باعطائه عندي هون اللي هو الباث زي ما احنا فعليا شايفين، والباث مره ثانيه راح اخذه عندي من هون اللي هو كوبي، وشط راح اقوم الان بوضعه عندي هون اللي هو بيست، والاكس ام ال فايل عندي هون سميته قبل قليل اللي هو داتا دوت اكس ام ال. اوكي، وبعد هيك مباشره انا بحاجه الان لاني اعمل فاليديشن عليه، وحتى اعمل فاليديشن عليه رح تلاحظ انه في عندي هون اللي هو doc dot validate زي ما احنا فعليا شايفين، ورح تلاحظ انه هي فعليا بتاخذ تو باراميترز، الباراميتر الاول سكيماز واللي هو من نوع اكس ام ال سكيما ست، وهذا هو فعليا الاوبجكت اللي احنا قمنا فعليا بانشائه، وايضا في عندي هون another باراميتر اللي هو عباره عن validation event handler. لو بنادي بشكل مباشر هو validation event handler رح تلاحظ انه هو مجرد delegate، لو بضغط على F12 رح تلاحظ انه هذا هو مجرد delegate، والديليجيت هو عباره عن function pointer، بالتالي بامكاني ابعث الفانكشن از باراميتر. وراح تلاحظ انه هذا الديليجيت هو عمله بتوقع مني تو باراميترز اللي هو السندر، وايضا عندي سندر اوبجكت والاي از فاليديشن ايفنت اركس تايب. اوكي، فبالتالي انا بكل بساطه بامكانك انك تنشئ خلينا نحكي فانكشنز مشابه لنفس اللي هو الاستراكشر الخاص بالديليجيت، وبعد هيك تيجي تنشئ انستنس من هذا الديليجيت وعمليا تبعت له اسم الباراميتر وتمرقه، او بامكانك بكل بساطه بامكانك انك تنشئه هنا بشكل دايركت عن طريق استخدامنا لللامدا اكسبريشن. فبالتالي خلينا نشوف كيف بامكاننا نعمل هذا الامر عن طريق اللي هو اللامدا اكسبريشن. ان راح اقوم عندي هنا بتعريف عندي هنا اللي هو سندر اوبجكت، وعندي هنا اللي هو اي اللي هو فاليديت اللي هو ايفنت اركس زي ما احنا فعليا شايفين، وبعد هيك مباشره راح اقوم الان بتحديد عندي هنا اللي هو اللوجيك. اللوجيك بكل بساطه راح يكون على النحو التالي، راح اجي احكي عندي هون الان بدي اجي اعمل فاليديشن، الفاليديشن ممكن يكون ترو اور ممكن يكون فولس. احنا نعرف انه هون الاي راح فعليا يمثل لي المسج، فبالتالي بامكانك انك عمليا تظهر المسج الايرور، فبالتالي بامكانك نيجي نحكي عندي هون اللي هو كونسول دوت رايت لاين، خلينا نجي نحكي، ومباشرة راح احكي له عندي هون اللي هو اطبع لي هاي المسج. والان بدي اعمل فاليديشن اذا كان ترو اظهر ترو، اذا كان فولس بالتالي بتظهر فولس، فلذلك راح اقوم الان بتعريف عندي هون فاريبل من نوع بوليان، او ممكن نسميه عندي هون اللي هو على سبيل المثال فاليديشن ايرورز. اوكي، والانيشال فاليو له هو عباره عن فولس، بحيث اذا كان في عندي هون اللي هو ايرور راح يكون عندي هون قيمه هذا الفاليديشن ايرور هو فعليا ترو. تمام، بعد هيك راح نيجي نعمل الان راح يكون فعليا عندي بهذا الشكل. اوكي، الان بعد هيك مباشره راح نيجي نعمل تشيكينج اذا كان هذا الفاليديشن ايرور هو ترو، معناته راح اقوم باظهار عندي هنا اللي هو مسج اللي هو كونسول دوت رايت line تمام validation failed. اوكي زي ما احنا فعليا شايفين عندي هنا else معناته عندي هنا اللي هو validation succeed، فنيجي نحكي عندي هنا اللي هو console.writeline، راح نيجي نكتب عندي هنا اللي هو validation succeeded. اوكي والان راح تلاحظ انه هذا اللي هو الاكس اس دي فايل هو بيعمل ماتش اللي احنا قمنا به فعليا بتعريفه، بيعمل لي ماتش مع مين؟ مع خلينا نحكي بيعمل لي ماتش مع الشكل الداتا اللي احنا فعليا انشاناها عندي هون. اوكي، الان خليني اروح بشكل او باخر بعمل رننج ونشوف انه هل فعليا راح يشتغل معي كما هو توقع ولا لا. انا راح اضغط على كنترول واي 5 الان بما انه عندي الاكس اس دي فايل، عندي هون الاكس اس دي فايل فعليا
عماله بيطابق اللي هو الديتا اللي موجودة عندي، فبالتالي لابد من انه يرجع لي ترو، اذروايز راح يرجع لي عندي اللي هو فولس. خلينا نشوف هذا الامر بشكل عملي. راح اروح الان مباشرة اعمل رننج بالضغط على كنترول واف 5. الان لاحظت انه اعطاني فاليديشن سكسيدد. الان لو بدي مثلا اغير الاستراكشر مثلا بحيث انه عندي هنا اول شيء مثلا ما في عندي نيم، فبالتالي لو شلتها الان وعملت عندي سيف، والان لو باجي بعمل رننج وبضغط على كنترول اف 5 لاحظت انه مباشره حطاني اللي هو انفاليد تشايلد ايليمنت. لاحظت انه هنا عماله بحكي لي انفاليد الجندر، لانه بحكي لي هنا هو بتوقع مني اللي هو النيم از ان ايليمنت، فبالتالي اعطاني الفاليديشن فيلد. اوكي، الان لو برجع مباشره وبرجعه، ولو الان بروح مباشره وبعدل على نفس اللي هو الاكسس دي فايل، بحيث انه مثلا باجي بحكي له انه انا مثلا ما في عندي ميم. الان بما انه هنا فعليا قمت بازالتها وبالاكس ام ال فايل موجود عندي النيم لاربع ستودنت، فبالتالي حيعطيني اربع مسجز لكل واحد منهم. فبالتالي لو الان باجي بضغط على كنترول اف 5 لاحظ انه اظهر لي اياهم اربع مرات، وكل مره بتوقع مني اللي هو الجندر، واعطاني عندي هون اللي هو الفاليديشن فيلد. اوكي، فبالتالي اذا هذا هو كيفيه التعامل مع الاكس اس دي فايل. اوكي، اذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرسنا اليوم. بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.